بعد سقوط غرناطة سنة 1492 بعد معاهدة أبي عبد الله الصغير مع ملكي قشتالة وأراغون إيزابيلا وفرناندو على معاهدة تسليم غرناطة مقابل الحفاظ على جميع حقوق المسلمين، الحفاظ على مساجدهم، على ملابسهم، على ثقافتهم، على دينهم، على لغتهم، على أي شيء يخصهم ويهمهم. يعني المعاهدة ورقيا كانت تضمن ذلك. بعد التسليم بقليل جدا تنكر القشتاليون والأراغونيون لهذه المعاهدة، وأصبحوا يطالبون من المسلمين التحول من دينهم الإسلامي إلى دين جديد النصراني. هذا ستتحول فيه بطبيعة الحال وضعية المسلمين عموما، لم يبقوا ينظر إليهم كمواطنون، نعم. ولكن ينظر إليهم كطابور خامسين، وأنهم يتعاملون مع قوى خارجية خاصة الدولة العثمانية في ذاك الوقت. طلبوا منهم الإعانة بطبيعة الحال، وقامت ثورة البشارات التي حاربت الحكم المسيحي وأرادت استرجاع غرناطة بقيادة محمد بن أمية، وهو من أصول إسلامية مسلم، فشلوا في ذلك، فزادت نار محاكم التفتيش اشتعالا. نعم. فما كان إلا أن صار الفرض الدين بالقوة، وكل من شك في دينه كان يحرق على أكوام من النار. هؤلاء القوم هم الموريسكيون الذين تحولوا بعد نعم أخي محمد الذين تحولوا من الإسلام إلى النصرانية غصبا. هم على الأقل شوف تحولوا، هناك من تحول ولكن غالبيتهم لم يتحولوا وإن تظاهروا، يعني نعم. لأن الظروف لم تكن سهلة. نعم. يعني الإنسان يراقب. التصور أخي محمد أن الموريسكي كان يطلب منه أن يترك باب بيته مفتوح لأربع وعشرين ساعة، لا يغلق بيت المسلم هذا الموريسكي لا يغلق، وإن أغلق بيته فغدا صباحا أو في نفس الساعة يؤخذ إلى محاكم التفتيش لمعرفة أسباب غلق بيته، ومباشرة يوضع تحت مجموعة من الشكوك، وقد يؤدي به المطاف إلى عقوبات صارمة وربما القتل أو الحرق. هذه المرحلة من أقصى المراحل التي عاشها المسلمون في شبه الجزيرة الليبية. نعم. بعد سقوط الحكم الإسلامي. هذا لا يعني كذلك، ويجب أن نذكر هذا للحقيقة، أن بعض المناطق الأخرى بقي فيها المسلمون وتم نوع بالاتفاق معهم أن يحافظوا على دينهم، ولكن لا يظهره للعلن لأن الكنيسة ومحاكم التفتيش كانت يعني مستعرة للبحث عن أي واحد يعني يشك في انتمائه أو أنه لم يتحول عن صدق للدين الجديد. نعم. هؤلاء الموريسكيون بعدما أن الكنيسة وصلت إلى نقطة مهم يعني بالنسبة لهم مهمة جدا، أن يجب تطهير أرض إسبانيا شبه الجزيرة الإيبيرية من كل هؤلاء الموريسكيين، والموريسكي هو كلمة تصغير للاحتقار، يعني هذا المسيلم، يعني إذا قلنا احنا تعبيرنا المسيلم يعني الكذاب الخائن، يعني كل هذه الأوصاف تلصق بهذا الموريسكي. بعدما وصلت الكنيسة إلى خلاصة نهائية هي أنه يجب تطهير أرض شبه الجزيرة الإيبيرية من المسلمين، صدر سنة 1609 قرار بطرد المسلمين من شبه الجزيرة الإيبيرية، استمر إلى سنة 1614، فكثير منهم طرد إلى المغرب، ومنهم من ذهب إلى الجزائر ومن تونس وإلى بقاع أخرى من تركيا أو حتى الدول الأوروبية.